السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم احتفلنا ككل سنة بحفل ديال التفوق. كنهضروا على التفوق وتفوق ديال الأبناء ديالنا المتميزين خصنا في السنوات الإشهادية، كذلك منهم طلبة جامعيين. هذا الحفل كيكون هذا العام تزامن بذكرى المولد النبوي والمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، وكذلك سنة على الزلزال. كانت كل سنة الزلزال تكون فرصة للقوا الضوء على تدخل الجمعية في الزلزال ونكرموا جمعيات محلية اللي جات من منطقة الحوز اللي اشتغلت معنا في الظروف العصيبة ديال الزلزال. كذلك تكون مناسبة نكرموا واحد المجموعة ديال الأمهات متميزات. التميز هنا كيعني أنهم حرصوا على التمدرج الأبناء ديالهم والتفوق ديال الأبناء ديالهم. كذلك ولأول مرة نكرموا جيران اللي قاموا بالدور ديالهم الطبيعي في احتضان هذه الأسر وجعلهم بحال الأبناء ديالهم، كما كانت يعني الحي المغربي كيلعب الدور ديالو بشكل طبيعي. نحن نقترب ذكرى 30 لتأسيس الجمعية، يعني احنا ربما كبرنا شويش 30 سنة ديال العمل، الحمد لله 24 سنة في التخصص ديال الأيتام. كل مرة كنحاولوا نجودوا واحد الشغل ديالنا في كفالة ديال اليتيم، والحمد لله نحن يعني سعداء على أنه المغرب بلاد العطاء، أفراد ومؤسسات مازال الخير موجود الحمد لله في المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.